يعني نعمل ايه يا شيخ أسامة عشان نفضل رمضان اول يوم زي اخر يوم؟ حاضر، جاوب على ده، بس علق على الكلمة الجميلة اللي حضرتك او الدعاء الجميل اللي حضرتك دعيتيه، انه يا رب ندرك رمضان. طب ده رمضان بكرة، انت بتدعي ليه؟ والله انا فعلا الواحد لا يأمن. في ناس كتير، احنا كنا لسه بنصلي في مسجد الفاتح، فصلينا على كذا جنازة، فبقول لواحد اللي صلى معايا كل الناس دي مش هتلحق رمضان. يعني وفيها هنصلي جنازات النهارده، فيا رب فعلا ندرك رمضان، يا رب فعلا نبلغ رمضان ونعرف ان ده نعمه، ونعمه تحتاج الى شكر. وشكر النعمه من جنس النعمه، علماءنا بيقولوا كده، شكر النعمه من جنس النعمه. انت دخلت رمضان، فشكر النعمه بقى هنا انك تعبد الله تبارك وتعالى جيدا في رمضان، تؤدي العبادات كويس في رمضان، لانه زي ما قلنا شكر النعمه من جنس النعمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لما انت تشكر وتدخل بهمه، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. طيب ايه بقى اللي يخلينا نستمر على الطاعه في رمضان وما نفطرش؟ هو الفطور من طبائع الانسان، يعني مش هنخرج عن طبائعنا، لازم نقاوم هذا. طيب بايه؟ بان انت تحط خطه كامله لرمضان، خطه محكمه، خطه لا تسمح بالهزار، واصلا الشهر ما ينفعش فيه الهزار، دي ايام معدودات زي ما قلنا، دقائق محسوبه، فما تضيعش نفسك، حط خطه كامله، اقعد ارسم جدول واكتب فيه 30 يوم، وقسم ساعات اليوم، وحدد وقت معين لكل حاجه، حدد وقت معين للقران، وقت مقدس، مش الاولاد بقى نادوني اصلا الطفل بيعيط اصلا ما لحقتش اجهز الفطار، لا، حدد وقت، حددي بقى، حددي وكل شبابنا وكل بناتنا وكل امتنا، حدد وقت معين لكل عباده. الساعة دي أول خطوة يا أستاذ بالزبط. يا شيخنا الفاضل، دي أول خطوة معانا. اعمل خطة محكمة، أول خطوة. نعمل خطة محكمة، أهل الدنيا بيخططوا لدنياهم. دبر لدينك كما تدبر لدنياك. في واحدة من أمهاتنا دلوقتي ما فكرتش هي هتفطر الأولاد إيه بكرة؟ لا ده عمالة تفكر. أنا كنت لسه بقول في المقدمة قبل حضرتك ما تدخل، الناس اللي عمالة الفريزر ما عادش فيه سنتي واحد فاضي، كله ما شاء الله متفرزن. بالظبط. لا، زي ما بندبر للدنيا كده، ننزل نشتري وننزل نتسوق وننزل، نفكر كمان في اخرتنا. نفكر كمان، ده خلي بالكوا ده موسم الخير والبركه والطاعه، مش موسم الاكل والشرب. يعني هو موسم العباده، هو موسم القران والقيام، هو ده شهر رمضان لما ربنا حب يوصفه قال الذي انزل فيه القران. ده شهر القران، مش شهر الاكل والشرب والحلويات فاحنا محتاجين ان احنا نحط خطه محكمه. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية انه ان انا اعمل الخطة دي اللي عملتها اجربها في العشر الاوائل، وبعدين اسميهم عشر الرحمة. انا داخل اجهز نفسي في العشر الاوائل دول، اعملهم كتطبيق كفكرة، يعني اطبق في العشر الاوائل، اشوف انا عملت ايه، واعمل وقفة كل عشر ايام. عشر الاوائل اعمل وقفة، العشر الاواسط اعمل وقفة، العشر الاواخر كمان اعمل وقفة. لما اعمل الخطه دي واحطها بالشكل ده، مش هيضيع مني ان شاء الله رمضان.